تفقد محافظ الإسكندرية محمد الشريف أعمال مشروع إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج بمركز ومدينة برج العرب بإجمالية تكلفة 17 مليون و500 ألف جنيه. يأتي السوق ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفي إطار خطة الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضرية متكاملة، بالإضافة إلى توفير أماكن للباعة الجائلين لخدمة مواطني الإسكندرية. احنا بننشئ سوق حضاري جديد في منطقة بهيج، بيضم 31 محل تجاري و2 تلاجة، بيضم محلات على الشارع الرئيسي، بيضم طبعا مبنى إداري، مسجد، حمامات، سوق متكامل عشان يخدم الثلاث قرى بتاعتنا في حياة كريمة، سواء بهيج أو الغربانيات أو بصير. السوق بتكلفه 18 مليون جنيه تقريبا. طبعا السوق هيتم التنفيذ والانتهاء منه خلال 6 شهور فقط، وده حاجه كويسه جدا.